ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. احنا في احدى الفنادق مدينة الدار البيضاء لتغطية جمع العام لجمعية ارباب محلات ميدي تيليكوم. لا بغيتي تشوفوا هذه الاجواء ديال هذا الجمع العام، اجيو معايا. الجمع العام كيجي ايضا كاستجابه لجميع المطالب ديال لي فرانشيزي اللي حاولنا نجمعوهم اليوم باش ناخذوا الاراء ديالهم ونحاولوا نديروا واحد خارطه الطريق موحده بيننا وبين جميع يعني فعاليات ديالنا كفرانشيزي، وباش نبلغوها ايضا للموزعين ونبلغوها لاورانج. والعمل ديالنا كجمعيه كيعتمد على التنسيق اولا مع الموزعين بصفه يعني كبيره باش يمكن لنا نحطوا ولا نعرضوا لاداره اورانج واحد المقترحات اللي تلبي الرغبات ديالنا كفرانشيزي وكموزعين وتلبي يعني طموحات ديال جميع نقاط البيع والارباب ديالهم باش نتجاوزوا المرحله الحاليه. هي المرحله صعبه واللي كتمثل في اننا حاليا افتقدنا العديد من المكتسبات اللي كانت عندنا وكنحاولوا ندافعوا عليها ان شاء الله بحول الله باش نحاولوا نقاط البيع تكون عندهم القيمه ديالهم. هذا الجمع العام هذا اللي كان نعقدوه اليوم اللي كيكون عندنا مره كل اربع سنوات تقريبا، بحال الى بغينا نقولوا جمع عام انتخابي باش نجددوا المكتب، ولكن هذه السنه هذه كيجي في واحد الفتره اللي هي مهمه جدا، لانه احنا في غضون واحد الشهر ولا شهرين غادي نمضيو العقد الجديد اللي كان مضيه كل اربع سنوات. وبالتالي هذا الاجتماع هذا واحد الاجتماع مهم جدا وضروري باش نعقدوه في هذه الفتره وما نتعطلوش به، لانه غادي نتناولوا فيه ان شاء الله الافاق ديال العمل ديالنا والانتظارات ديال الناس اللي كيخدموا في هذا الدومين، باش كومسا ان شاء الله العقد اللي غادي نمضيه يكون يراعي هاد الانتظارات ديالنا والتوقعات ديالنا ديال العمل، خاصة ان الدومين ديالنا ديال التليكوم كيعرف واحد التقلبات سريعة جدا، وبالتالي غادي يكون تغييرات وغادي نقترحوا ان شاء الله مقترحات بالنسبة لنا للعقد الجديد باش تراعي هاد التطورات اللي كاينة حاليا، وهكذا ان شاء الله تكون الجمعية ديالنا واحد الفاعل وواحد القوة اقتراحية.